تكون انت ضمنت لما اولادك دول يكبروا هيتعاملوا معاك بشكل كويس وبشكل جميل، وهيتقوا الله فيك علشان خاطر انت فعلا ربيتهم وانبتهم نبات حسن طيب. رجع معانا تاني الدكتور احمد كريمه. الو. نعم. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عفوا عفوا دكتور على الاقتطاع. انا بان مكارم الاخلاق قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق صلى الله عليه وسلم. وقال الحكيم يعيش الناس ما استحيوا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء اذا انت لم تستحي ولم تخش عاقبه الليالي فاصنع ما تشاء. نعم. عودوا الى اخلاق القريه الى اخلاق الاباء والاجداد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا لنعد بدلا من التغييب والتغريب واللهس والركض والمحاكاه والتقليد الاعمى لاشياء وافده غريبه على تقاليدنا ومجتمعاتنا. نعم. وساتك بتدق جرس انذار، ولعل الذين يجدفون ضد ثوابت الدين يعرفون ما جنت ايديهم، لان فرق بين التجديد والتبديد. نعم. هذا والله اعلى واعلم. فضيلة الشيخ، يعني عاوز اقول لحضرتك في معانا سؤال تاني، وهو نعم. يعني احنا عاوزين استفسار عن موضوع زواج التجربة يا دكتور. هذا باطل باطل باطل، وارجو ان لان هو مخالف للشريعة الاسلامية جملة وتفصيلا. نعم. وبيان الازهر وافي كافي، ومفروض ان بعد بيان الازهر المرجعية المعتمدة للمسلمين تاريخا وواقعا ودستورا في المادة السابعة الازهر الشريف وحده يتعلق يعني مسؤول عن الشؤون الدينية. انا بس لي عتاب لا اكثر ولا اقل. تفضل. احنا نحن دولة مؤسسات. نعم. انا شايف في الاونه الاخيره في انفلات، يعني واحد يعمل عقد عند المأذون من المنسوبين الى الدعوه ويقول انه شاهد على هذا العقد وفيه نص الغاء الطلاق القولي. يعني هل هو رجع صدر قرار من رئاسه الوزراء؟ هل صدرت من الجهه التشريعيه المجلس النيابي؟ هل صدرت توصيات من الازهر الشريف؟ لماذا هذا الانفلات؟ نفس الشيء ما يسمى زواج التجربة اللي فضح البلاد والعباد في الكرة الأرضية. هل تم عرضه على هيئة كبار العلماء في مشاق الأزهر؟ هل تم عرضه على دار الإفتاء المصرية؟ هل تم عرضه على مجمع البحوث الإسلامية؟ هل مجلس النواب وهو الجهة التشريعية أصدر شيئا بهذا؟ ما يفعل الآن من هذه في العبث في فقه الأسرة افتيات على الدولة. نعم. وتعدي على مؤسسات الدولة ولعب بالثوابت، وكما قلت من أمن العقاب أساء الأدب. نعم. يعني الآن يعني احنا دولة مؤسسات، الإسلام دين الدولة والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. نعم. والأزهر من دي المادة الثانية، والمادة السابعة الأزهر هو المسؤول عن الشؤون الإسلامية. لماذا التطويح بمؤسسات الدولة بدءا من رئاسة الوزراء ومجلس النواب والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية والجهة التنفيذية وزارة العدل؟ نعم نعم. يعني هؤلاء بيعمل لي مش عارف إلغاء الطلاق القولي. المأذون ده مفروض يحل النائب العام. كيف يكتب شرطا مخالف لما استقر عليه هيئة كبار العلماء من إمضاء وإنفاذ وصحة الطلاق القولي؟ يعني يا دكتور قولا واحدا هذا باطل. يعني هذا باطل من ناحية الشريعة، لكن الشيء المؤلم دي دولة مؤسسات، لماذا لا تحترم المؤسسات في الدولة المصرية؟ نعم نعم. أنا بشكر حضرتك فضيلة الدكتور أحمد كريم أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، بشكرك شكرا جزيلا.
عندك آلام مزمنة بقالها فترات وبقالها سنين وملهاش علاج، فأنت ممكن تتوجه لطبيب علاج الألم، نقدر نوجد لك حل للمشكلة دي قبل ما ناخد خطوة الجراحة. وبالنسبة لنا إحنا في دبي كلينيك، فإحنا بنستخدم تقنيات علاج الطب التجديدي زي البرولوسيرابي، زي البلازما الغنية، زي الخلايا الجذعية، بتتفصل للمريض، لكل مريض حسب حالته. تخصص علاج الألم أوجد حل لحالات كتيرة جدا بدون جراحة. مفصل الركبة ده بيتكون من التقاء عظمتين، الجزء الأملس دوت لما بيحصل فيه إصابات